السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مساءكم سعيد وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. أحباب الكرام، يقول الله تعالى في كتابه: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يذكر لنا واحد الحوار، واحد النقاش دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد المعاندين الذين عاندوا هذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فقصة هذه المناظرة أو هذا النقاش هو أن أحدهم الوليد جاء بعظم في يده، عظم بال، فقال يا محمد أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، تزعم أن ربك يحيي هذه بعد موتها؟ قبض هذاك العظم، هو يورك عليه هكذا بالصبع ديالو حتى ردو فرتيت رميم. فقال: تزعم أن ربك يحيي هذه العظام بعد موتها؟ فنزل قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هذا المثل هو ذاك العظم اللي جاب، مثل جابه هكذا، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. من يحيي العظام وهي رميم؟ طبعا هذا واحد 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 الاستدلال جابه هذا الرجل، استدلال يعني قياس فيه مبني على مقدمات. هذه المقدمات عندها واحد النتيجة، هذه النتيجة هي أن لا أحد يحيي العظام وهي رميم، بمعنى أن الله تعالى لا يحيي العظام، بمعنى أنه لا يعيد بعث هذا الخلق من جديد، بمعنى أنه ما كاينش حاجة سميتها يوم القيامة. فكيف لهذه العظام البالية التي فيها يبوسة وفيها برودة أنها تعود تحيا من جديد؟ من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا كيتسمى استفهام إنكاري متضمن للنفي، أي لا أحد يحيي العظام وهي رميم. فهذا القياس حذفت إحدى مقدمتيه لظهورها، يعني هذه العظام رميم، والأخرى سالبة، لا أحد يحيي العظام وهي رميم، والنتيجة أن الله تعالى لا يحيي العظام، بمعنى أنه ما كينش بقي واحد النهار سمت يوم القيامة. فهذا الرجل الذي جاء وكي تفلى وبيفتح حوار، شوف الله تعالى كيفاش جاوبه. جاوبه الله تعالى بواحد الجواب راقي جدا جدا، أن هذا الرجل جاء بالمنطق الرياضي من أجل أن يستدل على أنه ليس هناك يوم نلقى فيه الله تعالى، فجاء الله تعالى واستدل ورد على هذا الاستدلال باستدلال صحيح، بقياس صحيح. قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لأن هذا الرجل الذي يقول بأنه ما كينش بعث ونشور، هو إذا سألته من خلقك غادي يقول لك خلقني الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني القرآن الكريم هو ذكر اعترافهم بأنهم يؤمنون بالخلق الأول، بالنشأة الأولى، ويكفرون بالنشأة الآخرة. لذلك الله قال: ونسي خلقه. واش نسيتي باللي انت شكون اللي خلقك؟ أليس الله تعالى؟ إذن فبما أن الله تعالى خلقك المرة الأولى، أي أوجدك من العدم، فكيف يصعب عليه أن يعيد إيجادك مرة أخرى؟ أيهما أعظم، النشأة الأولى أو النشأة الثانية؟ أيهما أهون، الخلق أم إعادة الخلق؟ لا شك أن إعادة الخلق أهون، لأن الذي خلق المرة الأولى يستطيع أن يخلق المرة الثانية. لكن أحباب الكرام، واش ما كيبانش لكم
باللي الله تعالى لما كان تيجاوب هذا الرجل في القرآن. الرجل جاء بدليل، هذا الدليل فيه إشكال، نعم السالبة كلية، نعم كما هو معروف عند يعني الفقهاء المنطق، ولكن الله تعالى أجابه بقمة الرقي وبقمة الأدب. الأدب يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله تعالى كيقول للرسول قل يحييها، قل يا محمد هكا خصك تجاوبه، هذا مخالف، هذا معاند، هذا كافر، ومع ذلك الله تعالى تيقول لنا هاك تتعاملوا معه وهاك تجاوبوه وهاك تهضروا معه. ما تقلبوليش على النوايا، ما تقولوش لا انت جيتي بغيتي تستهزئ، جيتي بغيتي تفلى، انت عارف الحق وقاعد تكذب، لا ابدا. سيد جب ادله معطيات، النبي صلى الله عليه وسلم امره الله تعالى ان يفند هذه المعطيات وانتهى الامر، خلاص انتهى الامر. فهذا الادب وهذا الرقي في الحوار في النقاش ألا يحسن بنا أن نتكلم فيه؟ هذا كذلك من الدين، الدين الذي فيه أحكام الصيام، فيه الحلال، فيه الحرام، فيه أحكام الصلاة، فيه أحكام الطهارة، الوضوء، الاستنجاء، فيه كذلك آداب الحوار، فيه كذلك آداب النقاش، فيه كذلك علم ومهارة التناظر بين الناس والجدال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في وسط الجنة، الربض هو الوسط، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أشنا هو المراء؟ نقول مريت الدابة، مريت الشاة، مريت البقرة إذا حلبتها، إلى حلبتها، وحنا كنعرفوا ان الحليب فيه اش، هذاك اللي كيحلب البقره كيعصر، فالمراء هو العصير، وان الانسان تيعصر في الهضره. هذا الحوار مع الاسف هو الذي يؤكد القران الكريم والشريعه المحمديه تؤكد على انه ينبغي ان يكون المسلم راقيا في حواره، راقيا في خطابه، سواء مع زوجته، سواء مع ابائه، سواء مع أبنائه، سواء مع حتى مع المخالفين. الله تعالى أعطاك نموذج، هذا النموذج هو ذلك البعيد عنك كل البعد، جيك تفلى وجيك يستهزئ، ومع ذلك قال لك الله تعالى ما تعصب عليه، ما تغوت عليه، ما تتهمه في النوايا دياله، غادي تجاوبه على قدر السؤال. وكذلك الأنبياء، الله تعالى يذكر مثلا حوارا يدور بين شعيب وبين قومه، بين صالح وبين قومه، بين هذا هود وبين قومه، قالوا يا شعيب إنا لنراك في سفاهة، إن لنراك في سفاهة، أنت سفيه، وإنا لنظنك من الكاذبين. باش جاوبهم؟ قالوا ليه أنت سفيه وأنت كذاب. باش جاوبهم؟ أش غيقول لهم؟ أنتم اللي سفهاء، أنتم اللي كذابين، أعدياني الله، يا المسخط، يا البلوات، يا هادي، لا أبدا. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. جملة صغيرة جدا كدل على الهدوء اللي كان كيتمتع به شعيب عليه السلام. اش قال ثمود؟ اش قال صالح لثمود؟ قال يا قوم ليس بي ضلالة. اش قالوا؟ إنا لنراك في ضلال مبين. إنا لنراك في ضلال مبين. اش قال لهم؟ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أش قال هود عليه السلام؟ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. هكذا كان الحوار بين الصالح وبين ذلك البعيد. راه الله كيقول لك البعيد هكي كتعامل معه، فإذا كان هكا خصك تعامل مع ذاك اللي بعيد عليك، فما بالك بالقريب اللي كتفق معه في 99% من الأشياء كتختلف معه في واحد المسألة بسيطة، كالرجل وزوجته، كالابن وابيه، كالابي وابنه، كالرجل وصديقه او جاره، او احنا عموما كمسلمين كيفاش خص يكون الحوار، يكون نقاش بيننا؟ لماذا نجد بعض الاسر حينما يفتقدون الى مفهوم الحوار، نجد بعض الاسر حينما يتحاورون يتوترون؟ لماذا بعض الازواج حينما يتحاورون يتهاجمون؟ لماذا بعض العلاقات
حينما يتحاورون يجرحون، حينما يتحاورون يكسرون، حينما يتحاورون يتكبرون. لماذا؟ هذا القرآن الكريم صارخ بأدب النقاش، أدب الحوار، كيف ينبغي أن تعامل ذلك الشخص. طبعا هذا مبني على فقه يسمى بفقه الموازنة. أول شيء قبل ما تتكلم، شكون هو هذاك الشخص؟ شنو كيجيك؟ يعني رجلك أو أبوك أو أمك أو 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 زوجتك، أو هو مخالف، أو هو بعيد عنك كل البعد، عدو لنفترضك عدو، هذا راه عدو جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شنو قال له؟ قال له كلام في غاية الرقي، حوار في غاية الرقي، هذا ذلك البعيد كل البعد. الله تعالى قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أرى فرق بين أن يقول الله تعالى بالتي هي حسن وبين أن يقول بالتي هي أحسن. يعني أنه أنت في جوابك عندك بزاف توع الطرق باش تجاوب، كلها مزيانة، ممكن تجاوب هذه الطريقة تقول لي الله يكثر خيرك، ممكن تقول لي جزاك الله خيرا، ممكن تقول لي تبارك الله عليك، ممكن تقول لي بزاف الكلمات كلها مزيانة. قال لك الله تعالى شتا هذوك المجموعة ديال الكلمات أو دوك الأجوبة اللي مزيانة غتختار فيهم الأحسن هي اللي غادي تقول، وقل منها ما تجيبوش، هذاك الحسن ما تجيبوش، غتجيب ولا تجادلوا إلا. هذا عند الفقهاء كيسمى، أو عند الأصولين كيسمى التأكيد. الله تعالى يؤكد ويفيد كذلك الحصر، أصل الحصر يفيد التأكيد، يعني الحصر كنجيبه من أجل التأكيد على يعني على يعني معنى الشيء. إذن فالله عز وجل تيقول لك إلا عندك مجموعة من الأجوبة غتختار الأحسن وما تجيبش الحسن، الحسن ما مقبولش، جيب الأفضل والأحسن، تختار أرقى العبارات وأحسن الكلمات. والله تعالى أدبنا في هذا، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعني يا رسول الله هي انظرني يا رسول الله، راعنا يا رسول الله في المعنى هي انظرنا. واحد شوية الوقت، خلينا واحد شوية الوقت، نفس الكلمة كتأدي نفس المعنى، ولكن قال لك الله تعالى ما تقولش راعنا وقول انظرنا. علاش؟ لأن كلمة راعنا يتبادر إلى الذهن بعض المعاني الفاسدة في كلمة راعنا، مع أنك أنت وظفتها في واحد المعنى مزيان، إيه ولكن أنت كتحتمل شي معاني أخرى. إذا ما تقولهاش قول الأخرى اللي مزيانة لأفضل منها اللي هي انظرنا. حتى اختيار الكلمات نحتاج فيه إلى بحث حقيقي، كتب كيفاش خصنا نعود نتعلم ونختاره، كيفاش خصنا نتعلم نتحاوره. ديلي ميل نشرت دراسة عن البيوت الزوجية، كيخرجوا على المستوى اللائق في الحوارات 312 مرة في العام، 312 مرة في العام حوارات تكون في البيت غير لائقة، أي بنسبة 85% من حواراتنا كنغلطوا فيها في بعضياتنا. 85% من الحوارات يعني احنا كنغلطوا مع بعضياتنا فيها، وفقط واحد نسبة قليلة من يعني اللي هي 15% هي اللي كتكون حوارات ناجحة، حوارات ناضجة. يعني هناك دراسات كثيرة جدا، بعض الدراسات تقول باللي 80% من حالات الطلاق سببها افتقاد مهارات الحوار في البيوت. أنا كنت كلمه الآن على مستوى الزوج والزوجة، يعني 80% من حالات الطلاق سببها افتقاد مهارات الحوار في البيوت. طبعا هذه دراسة في أمريكا، يعني في جامعة كاليفورنيا، لكن أكيد أن المغرب حتى هو بلدنا راكينا واحد النسبة كبيرة من الأسر اللي هي وصلت لحالات الطلاق بسبب افتقاد مهارات الحوار. مع الأسف، مع الأسف حينما نرصد أنماط الحوار في المجتمع ديالنا كنلقاو غالبة أو غالبية حواراتنا من نمط الحوار السلطوي، أن الإنسان لما كيتحاور معك تجده كيتكلم معك من الفوق وأنت الأسفل، لوم، عتاب، كعتاب صاحب السلطة، كعتاب رب العمل، أنا اللي عارف أنت ما عارفش، ما نعطيكش فرصة للكلام كما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فكأن الآخر عليه أن ينصاع وأن يستسلم وأن يدخل في حالة حزن أو تجده يواجه وينتفض. ففي كل الأحوال ما الحوار الأصل فيه هو أنك بغيت تفهم الطرف الآخر وبغيت الطرف الآخر يفهمك، هذا هو المقصود من الحوار. ماشي
الحوار كتلقاه يعني هجوم ودفاع. الدقيقة الأولى هجوم من قبل الطرف الأول، الدقيقة الثانية هجوم من طرف الثاني والآخر يدافع، ثم الآخر يهاجم، ثم الآخر يدافع، حتى يعيى واحد فيهم أو يعيوا بجوج ويمشوا في حالتهم. ولذلك القرآن الكريم تقول لنا بلي راه لا يمكن أن يكون هناك حوار مع عصبية. إيش قال الله تعالى؟ إني أخاف، قال إني أخاف أن يكذبون، هذا موسى عليه السلام، قال إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. إذن حينما يضيق صدري لا ينطلق لساني، إذا ضاق الصدر عند الإنسان لا يمكن أن ينطلق لسانه، لا يمكن أن يبني معك حوارا أبدا. فلذلك حينما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة من العصبية فالخروج الآمن هو قمة الذوق والأدب. ها الخروج الآمن، تجنب الهجوم، أن الإنسان يكون ناضجا، لأنه إذا حضر الشيطان فلا سلام. إذا حضر الشيطان يعني الشيطان ينفخ في الإنسان في وجهه ليشعل فتيل الفتنة في الحوار من خلال سوء الظن، من خلال القراءات كده نقول إحنا ما وراء السطور، وهذا كله لا شك أنه يؤذي الناس، يؤذي المجتمع، يؤذي الأسر. فلذلك القرآن الكريم كما تحدث عن الحلال وتحدث عن الحرام، تحدث كذلك عن الآداب التي ينبغي أن نراعيها في معاملاتنا مع أنفسنا، في معاملاتنا مع غيرنا. فاصل أحباب الكرام ثم بعده نواصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أحبابي الكرام نستأنف أو نفتح خطوطنا الهاتفية لاستقبال اتصالاتكم على المباشر على أرقامنا 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. ناخذ معنا أول مكالمة. غيتا. لالا غيتا مسيدي بالنور. وعليكم السلام ورحمة الله. كدير السي محمد لاباس عليك؟ بارك الله فيك لالا، أنتم لاباس؟ الحمد لله رمضان كريم وعواشكم مبروكة. الله يبارك فيك لالا غيتا، كيديري مع سيدنا رمضان؟ الحمد لله على كل حال. والله الا قبل ما نقول لك اي حاجه اقسم بالله راك عزيز عليا بزاف بزاف بزاف. بارك الله فيك، الله يجعل هذه المحبه لله على لغيتا. مرحبا. بغيت نسولك واحد السؤال. دابا انا بغيت نسولك على فعلا تم الانف، يعني الى رعفت واش كاين شي اشكال؟ كيفاش لالا الى رعفتي خرجك الدم من الانف؟ واش زعما واش كاين شي اشكال ولا لا؟ يعني اثناء الصيام. هو وبغيت نطلبك واحد الطلب، الله يعطيك من ويتي في خاطرك. مرحبا لالا. مرحبا. عليك دابا انا كنت كنقرا ياك. اييه. وخرجت من الكافه، خرجني دارنا ومخطوبه يعني بزز مني، وبغيت نقول لك انا بغيت نحفظ القران وبغيت غير شي تيوب. كيفاش مخطوبه بزز منك؟ يعني ما باغيش. ايوا قوليها للطار، ما غاديش تسوجي بزز منك. واش بغيتي يعني التقمي ما كاين، احنا في الباديه مهم داركم كيبغيو لك الخير، اللي باو داركم هي هي اللي خاصك دير. هي شحال في عمرك لالا غيتا؟ 17 سنه. 17 سنه. مهم، انا اللي ننصحك بلالا غيتا هو انه راه حتى واحد ما عنده الحق لا شرعا ولا قانونا انه يفرض عليك شي زواج اللي انت ما مقتنعاش به. هو انا كملت الدراسه ديالي وعندي واحد الحب للدراسه ديالي ما نقولش لك، وبغيت نطلبك الله يستر عليك الى سال الفل يستر عليك الى ما خد النمره ديالي، وبغيت كان غير تعطيني غير التوجهات باش يجيني القران ساهل. توجهات في حفظ القران؟ اي ان شاء الله لالا، واخا ان شاء الله انا غادي ندون الهاتف ديالك ان شاء الله وتعالى. مرحبا. مرحبا. ممكن توصلني عبر الواتساب؟ لا عافاك راه حيت ما عنديش الواتساب. واخا لالا ماشي مشكل، دابا انا ندور لك لالا غيتا ياك. انا ندور لك ياك. واخا لالا انا غادي ندور، ماشي مشكل. واخا لالا الله يعطيك من وجه خاطرك يا سي محمد. لا دابا نتصل بك لالا غيتا يكون خير ان شاء الله وتعالى. مرحبا. مرحبا. شكرا. بارك الله فيك لالا وجزاك الله خيرا على هذا التواصل. طيب ناخذ معنا مكالمة أخرى. طيب ناخذ معنا لالا زينب. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
بخير. الله يسلمك للا، بارك الله فيك، تمام بخير. مبروك عواجرك. الله يبارك فيك للا، مرحبا بك للا زينب، مرحبا. الله يبارك فيك، ربي يخليك، بارك الله فيك. انا فرحانه بزاف كنت مع صوتك وكنهضر معك والله العظيم. نحن كذلك للا زينب، نحن سعداء بالتواصل ديالك، مرحبا بك. ربي يخليك دكتور. انا دكتور بنسولك كان اسمح لي. مرحبا. انت راه الدار دارك للا زينب، خذي راحتك. انت وسط الاسره ديالك للا، مرحبا مرحبا. بارك الله فيك. انا كنصلي التراوح بالمصحف. ايه بالمصحف. واش مقبول مني ولا لا؟ حيت ما حافظاش بزاف القران. لا مقبول ان شاء الله تعالى، لا مقبول. بارك الصلاة الله صحيحه فيك. نعم بارك الله فيك. وبغيت نسولك دابا حيت الزوج ديالي تا هو مسكين ما قاريش، وما قاريش، هو كاع كيصلي غير بجوج سورات صافي التراويح وكل شيء. ايه 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 مزيان. واش هو ما قارش المصحف؟ ما يقدرش يقرا في المصحف ياك؟ لا ما يقراش مسكين ما قراش. ايوا صافي ماشي مشكله، هذيك البركه اللي حافظه هو راه يصلي بها ان شاء الله، وراه مقبوله الصلاه باذن الله. الحمد لله بارك الله. عندكم شي وليدات لالا زينب؟ لا ما عنديش، بغيتك غير الدعم معايا. الله يرحمك الوالدين. لا اله الا الله، لا اله الا الله لالا زينب، واجب لالا، اسال الله تعالى يفرجها عليك بالخير. ياك ياك بعدا النفسيه شويه بخير. لا الحمد لله. إيه؟ كل ما كان ما كيجيبش الله كنحمد الله وكنشكر. شحال هادو نتوما مزوجين لالا زينب؟ انا هاد السيد تزوجت معاه دابا يلاه 3 سنين، ولكن فايت نتزوج بواحد السيد ما كيولدش. ايه ايه. وكنت كندوز بزاف بزاف بزاف، وبحال ما بقيتش قادره نمشي ندوز على قبل الاولاد، كنقول حتى يجيب الله. شوفي لالا زينب، شوفي نقول لك، اولا هذا مراد الله، واضح؟ الحمد لله. هذا مراد الله، واللي بغاه الله تعالى مرحبا. ياك ما راجلك ياك ما ضغط عليك في هذه القضيه. لا وما شكون اللي ضغط عليك لالا زينب؟ ما ضغط عليك حتى شي واحد، علاش غادي تضغطي على راساتك؟ هذا مراد الله تعالى، اللي جابها الله تعالى مرحبا بها. ما تبقيش ديري في بالك، شوفي اهم حاجه الوليدات بغاو الاستقرار، بغاو الراحه، خصك تكوني مرتاحه ضحكه نشطه، ونساي عليك هذا الامر هذا والله تعالى غادي يسرو. ولكن في نفس الوقت انا نوصيك انك تديري الاسباب باش تولدي، ما فيها حتى شي بس. ها ما تبقيش، شوفي هذاك الشيء اللي فات الماضي راه مات، واضح؟ الماضي ما كيخدمش، الماضي ما كيخدمش، صافي واقف الماضي، مش شافي حالته. الماضي عندنا منه جوج الحوايج، عندنا شي حوايج اللي استفدنا منهم خصهم يبقاو معنا، وعندنا شي امور اللي تالمنا فيهم. حنا كنتمسكوا بهذاك الشيء اللي تالمنا فيه وكنبقاو عايشين معاه، وهذاك الشيء اللي استفدنا منه ما كنتذكروش. لا الحاجه اللي المتنا في الماضي راه مشات، الله يهدينا ما بقاش غتعاود تالمنا مره اخرى. الحمد لله. واضح. اذن فانت الان بديتي حياتك مع هذا الزوج هذا، الله يخليه لك والله يالف بين القلوب. امين. الله يتويكم الخير ويرزقكم الذريه الصالحه. اذن دابا عاد غادي تشمر على اتكال الله، وغادي تمشي تشوفي شي طبيب ان شاء الله يكون معقول كومبيتون كوف، ولا طبيبه اللي تكون هي يعني في هذا التخصص هذا ديال جينيكو. ومن بعد ان شاء الله انت والزوج ديالك، وراه غادي يجيب الله التيسير، علاش لا، غادي يجيب الله التيسير ان شاء الله تعالى. اسال الله تعالى يرزقك الذريه الصالحه لالا، انت وجميع النساء والازواج والزوجات اللي بغاو الوليدات. لالا غيثم سيدي بالنور سولتنا على الرعاف، قالت باللي هي رعفات وكانت صايمه، واش هذا الامر هذا كياثر على الصيام؟ لالا كياثر على الصيام الى وصل هذاك الدم الى الحلق، الا ما وصلش للحلق راه ما اثرلكش على الصيام، واضح؟ بمعنى انه الانسان لما كيرعف راه الغالب ان هذاك الدم راه كينزل يعني هكذا وكيخرج، ماشي كيدخل الى الحلق، واضح؟ فمادام هو ما دخلش للحلق، اذن راه صيامك راه صحيح وما كاين حتى مشكل. واللي نوصيك هو تشوفي علاش هذا الرعاف كاين. إذا كان بواحد الحاله يعني كثيره بزاف، فخاصك ضروري تشوفي السبب ديال هذا الرعاف. نعم. وبالنسبه للصلاه في المصحف، للذين مسؤولتنا على الصلاه في المصحف، نعم راه ممكن ان المراه او الرجل يصليوا التراويح بالمصحف، ما فيها حتى شي بس، الفريضه من الافضل انهم يصليوا بالمحفوظ ديالهم داك الشيء اللي حافظين العشاء. وبالنسبه للتراويح ممكن انهم يهزوا مصحف ويصليوا. واللي عنده وليدات هذه مناسبة أنك تقدم ولدك عنده 10 سنين ولا 12 عام ولا 14 عام ولا أكثر ولا أقل، قدمه يصلي بك، أعطيه المصحف ويصلي بك، غادي يعجبه الحال وغادي يكون واحد الأجواء اللي هي زوينة إن شاء الله تعالى. ناخذ معنا لالا فاطمة من مدينة مراكش. ألو. السلام عليكم لالا فاطمة. وعليكم السلام سيدي لالا. مرحبا لالا. أول حاجة مبروك لينا سيدي. الله يبارك فيك علينا وعليك. الله يبارك فيك سيدي الله يخليك. عندي واحد جوج ديال الاسئله الله يخليك. مرحبا. الله يخليك. هذا
السجود نتاع السهو القبلي او البعدي مثلا شي مره كننسى وملي كنكون في ديك السجده كنعاود ننسى واش درت جوج ولا وحده ما كنعرفش كيفاش دابا انت كديري نسيه في وسط نسيه الله يرحمه هذه نسيه نعم اذا نعم. ما كنعرفش ندير كنتحيا وكنسلم ما كان بحيث في السجده الاولى كما سمعت كيتقال بان خصك تسجد وتطول باش تستغفر الله على السهو وملي كنطول ملي كنطلع كننسى واش هذه الاولى ولا الثانيه وكنبقى ما عرفتش شنو ندير دابا انت يا بلاتي لاله فاطمه قولي لي بعدا اولا شحال من مره كيوقع لك السهو بعدا في النهار لا ماشي بزاف ماشي بزاف حيت راه كاين فرق بين واحد الاحكام ديال واحد الانسان اللي عنده السهو ديما ماشي واحد الانسان اللي عنده السهو بعض المرات دابا انت عندك هي بعض المرات هي بعض المرات ولكن وقعت في ديك المره هانتي هاد القضيه نتاع نسيت خفت نسيان ماشي مشكل ماشي مشكل هانتي بالنسبه لسجود السهو انت دابا عرفتي انت غديري القبله وانت غديري البعد ياك اي عرفت وين مزيان دابا انت دابا نسيتي جوج المرات سهيتي جوج المرات ياك إيه. مزيان الا سهيتي جوج المرات اذن السهو الثانيه عندك في السجود السهونيت اييه ياك ما عرفتيش شحال واش سجدتي وحده ولا جوج سجدات اييه مزيان اولا لاله بالنسبه لاطاله السجود راه ما كايناش هذه القضيه هذه ماشي واجب انك تطيلين السجود وانك تستغفري الله تعالى لا هذا الشيء ما كاينش سجود السهو كنقولوا فيه الاذكار او الادعيه اللي كنقولوها في السجود العادي هذا الامر الاول الامر الثاني هما سجدتان الا شكيتي واش جوج ولا وحده غادي تبني على اليقين اللي هو وحده غتبني دائما على الاقل غتقولي واش سجد جوج سجدات ولا وحده غتقولي غادي نبني على الاقل اللي هو وحده وغادي نزيد الثانيه واضح غادي تزيد الثانيه وبعد ذلك غادي راه صلاتك راه صحيحه ما تحتاجيش تسجدي سجود سهو لسجود سهو اخر صافي واضح هذا السؤال الاول الله يبارك فيك هذا السؤال الاول السؤال الثاني في رمضان كيتقال العشر الاوائل رحمه والثانيه مغفره والثالثه عيد من النار نعم بحال دابا شي واحد الا مات قبل من 10 ايام التاليه واش ما غاديش تحسب ليهش العيد قبل اولا النار. هذا الحديث هو متكلم فيه ماشي كاع الفقهاء المحدثين كلهم صححوه هناك من ضعف هذا الحديث وهناك من صححه وغالب الظن انه حديث حسن اذا فالسؤال ديالك هو هذا السيد اللي مات في الاول في 10 ايام الاولى ياك ايه ولا الثانيه المهم ما حضرش العصر ديال العيد هو مات في رمضان إيه؟ مزيان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار اذا فرحمه الله تعالى تصيب هذا الرجل ادعى الى دخول الجنه والى مغفره الذنب اذا العيد قلنا النار من الاول رمضان ثاني رمضان ماشي بالضروره يكون في العصر الاواخر ايه اكيد دابا هاد اوله رحمه واوسطه مغفره واخر عتق من النار هذا بالنسبه للانسان اللي كي يجتهد اول حاجه يعني كيرحمه الله تعالى وهذا ما كاينش بلي راه ما كيغفر ليش الله تعالى في العشر الاوائل لان راه لكل ليله عتقاء الرحمن كل ليله هناك عتقاء للرحمن كي يعني يعتق رقابا من الناس من النار في اول من اول ليله من رمضان العشر ايام الاولى راه بزاف الناس تكتب لهم الان سميتهم وتليغاليزات باللي هما راه من اهل الجنه وكاينين الناس اللي فعلا حتى هما في العشر الاواسط من شهر رمضان تكتبات لهم السميه ديالهم بانهم من اهل الجنه واضح لكن يعني كون هذا الانسان يموت في رمضان هذه بشرى للمؤمن نسال الله تعالى ان تكون عاجل بشراه وهو انه توفي في رمضان الشهر الذي تغلق فيه ابواب النار وتفتح فيه أبواب الجنان هذا أدعى لأن يرحمه الله تعالى ولأن يغفر ذنبه نعم نأخذ معنا للا خديجة من مراكش السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله للا خديجة كتسمعيني نعم أستاذ مرحبا للا تفضلي بيتي نسولك واحد جوج الأسئلة بارك الله فيك إيه للا السؤال الأول واحد الأخت ديالي كانت ضرها رجلها فيها بوزلوم مشات عند واحد السيده كتمسدو كداوي كيقولها كيقطعوه المهم مشات عندها كتضرب داك العرق ديال بوزلوم كتضرب داك العرق إيوة. من بعد ملي ضربت لها العرق وداواتها في الاخر ديال ملي دار شي حركات وقالت لها شي هضره ما عجباتهاش ايوا بحال اللي كيدوك اللي كي يشوفوا الله اعلم المهم دارت لها شي حركات قالت لك واش عليها شي ذنب اللي مشات عندها ولا ما علاش الذنب واخا لالا خديجه ولكن هاد الحركات بحالاش هاد الحركات اللي كي بحال مثلا هزت واحد البيضه وبقات كتقول ليها شنو واشنو
وهذه ماشي كتداوي بوزلوم، هذه شوافه ولا هي مشات على اساس بوزلوم؟ قالوا لا راه كتداوي بوزلوم، ولكن في نفس الوقت هي اللي مشات بقى فيها الحال بزاف، وقالت لي سولي لي الاستاذ واش زعما عليا شي ذنب ولا لا. واضح لا لا، هو ما فراسهاش باللي هاد السيده كتشوف. انا لا ما فراسهاش. ايوا صافي ماشي مشكل، مشاو داوها عندها. صافي واضح لاله ان شاء الله. انا نجاوبك لاله خديجه. على كل هاد الناس اللي كيستعملوا اللي كيمشيو يستعملوا هاد، كاين هاد النوع من الطب، هاد الناس اللي كيداووا بهذه الطريقه، ما عرفتش يعني واش هاد الشيء يعني كاين عليه يعني شي ثبت علمي ان هذيك الطريقه اللي كيضربوا بها العرق وكيبان لك هذاك الدم كينزل، واش هادشي عنده يعني شي ثبت علمي ولا ما عندوش؟ هذا الامر الاول. ولكن هادشي ما عندوش علاقه بالتشوفات. هذاك المره اللي بغات تهز البيضه وبقى تشوف البيضه، تشوف هي في حالتها هي. انا ما فهمتش هذوك الشوافات علاش فين ما كاينه شي وحده كتستعمل هادشي ديال التشوافات وكتقول لك مازال غادي تشوف العز ومازال غادي تشوف الخير ومازال غادي تدير الفلوس، وهي غاديه وهذيك الشوافوك وغاديه وكتقرد وكتقرد وكتقرد، لا حول ولا قوه الا بالله. علاش هما ما كيشوفوش لروسهم؟ ما كيبانلهاش راسها بلي راه غاديه فواحد الطريق ماشي هي هذيك. وراه النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، وقال من اتى عرافا فقد فمن اتى عرافا لم تقبل له صلاه 40 يوما. ما كيشوفوش هما بلي راه غاديين فواحد الطريق غاديه لجهنم الله يحط السلامه. ما تيبانلهمش بلي راه هذاك الطور اللي بين طحهم باقي راجع اللور تيحنحن، نهار يطحنهم غادي وهلي فين غادي يوليو، ما كيبان لهمش هذا الشيء. فهاد الناس اصلا يعني مع الاسف يعني انا لا انصح بالذهاب عند دوك الناس، بل احذر من التعامل معهم. وراه ما كيشوفوا والو، يفسدون عقائد الناس ويفسدون العلاقات بين الناس. عدد كبير من الناس تواصلوا معايا والله العظيم السبب ديالهم هما دوك الشوافات. كتلقى الانسان مدمن على الذهاب للشوافات، يا عيالات يا رجال، كاينين رجال مدمنون على الذهاب عند دوك الشوافات ودوك الشوافين ودوك العرافين، وتيبقاو تيوشوشوا لهم كذا كذا كذا، تيعطيه الاشارات. سحبت لك واحد المراه، راه واحد المراه راه شعرها اصفر وشفرها طوال، وراه كاين 70,000 مراه شعرها اصفر وشفرها طوال، تيعطيهم هذه المعلومات. في الاخر تيولي هذاك السيد اما مخصم مع الزوجه ديالو كيتهمها، ولا مخصم مع ام الزوجه، ولا مخصم ولا هي مخصمه مع اخت الزوج، كيتهموا بعضياتهم باللي اش السحر كذا درتو فعلتو حسدتو درتو. هاد الروينه هذه كثيره في المجتمع باقي الى الان بواحد الشكل كبير جدا، نسال الله تعالى السلامه والعافيه. فهاد الناس ما تتعاملش معهم. راه الله تعالى لما كيحرم شي حاجه ما كيحرمها الا لانه عارف باللي راه ما فيهاش الخير وفيها هي الشر. ما عمر الشياطين ما غادي يبغوا لنا الخير، وراه ما كاينش شواف مسلم، هذه بعدا باش نتفقوا عليها. ما كاينش جن تيشوف مسلم. اللي قال لك انا راه انا كنتعامل مع واحد الجن تيشوف ومسلم، عفوا يكذب عليك. هادشي هذا ما كيتعاملوا به الا الشياطين فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فصدقه لم تقبل فقد كفر بما انزل على محمد، نسال الله العافيه. ناخذ معنا سيدي حسام. سيدي سليمان. سي محمد شيجي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيداير الشريف؟ الله يحفظك. بارك الله فيك سيدي حسام، مرحبا. انت وكرايبه الله يسهل عليكم. امين سيدي، اللهم امين، بارك الله فيك. وتحيه لجميع الزملاء. الوالدات والوالدين والمراه واجب سيدي حسن. ونعطيك واحد السؤال، هذاك الحمد ديال العود مالو؟ دايز ولا ما دايز؟ دايز فاش؟ كاين دابا الناس اللي تياكلوا تنقول لهم انا حرام، تيقول لا حلال. لا حلال كله مع راسك ماشي مشكل. لحم الفرس هذا اكله جائز عند جمهور الفقهاء مالكيه وشافعيه وحنابله، والذي كرهه هم فقهاء الأحناف، لهم في ذلك أدلة. والحديث في صحيح البخاري حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم الحمر الأهلية ورخص في الخيل، ورخص في الخيل. وكذلك هناك حديث أسماء أنها كانت في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يذبحون الفرس، فأكل الفرس هذا لا حرج فيه وما كاين حتى شي مشكل فيه احاديث. واما ما يستدل البعض من قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يقولون ها هو الله تعالى هنا ذكر البغال والحمير والخيل وجعلها زينة فقط للركوب، وما ذكرش هذا يعني هذا يعني الاكل ديال الخيل. تنقل اليوم هذه الايه جاءت في سياق لمن، وما كان والخطاب اذا كان في سياق لمن
فإنه يمتنع أن يؤخذ منه مفهوم السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.